الإخبار عن التعب جائز إذا ما كان الإنسان متسخط على القضاء والقدر. يعني لما قال موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هو أخبر عن شيء وقع به وحل به. ولذلك لو واحد قال مثلا أنا عندي مرض كذا، أنا أشعر بألم كذا، إذا ما كان على سبيل التشكي يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه فإنه لا بأس. إذا ما كان على سبيل التشكي التضجر التسخط لا بأس. ولكن لو واحد ما قال ما تكلم أحسن، هذا عروة بن الزبير لما ذهب في سفر ومات ولده في هذا السفر، أصيب بعين وسقط بين أرجل الفرس وركلته حتى مات وقطعت رجله من الغرغرينة، ورجع وما زاد على أن قال بعد هذه الرحلة لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.